اروح من دول لليليان داوود اللي انا بصفها دائما بالرقيعه، في ناس بتزعل بس اللي يزعل ما يزعلش مني لاني مش لاقي وصف يناسب هذه المراه الحاقده الكارهه لمصر اكتر من هذا. كانت ليليان داوود مع آية حجازي، والغريب ان آية حجازي بتقول لها ما تزعليش مني انا بعتذر لك، يا ريتك ما كنت مشيت من مصر، لو بايدي ما تمشيش من مصر. تعالوا نسمعهم هما الاثنين بيردوا وبيغنوا على بعض. انت في زيارة اليوم الى لندن. نعم، وانا سعيدة وبرحب بك، يعني انه على الهواء. كنت اود طبعا انه نلتقي في مصر، بس للاسف بعتذر لك يعني كمصرية يعني على اللي عملته معك البلد. ابدا يا آية، بالعكس انا بعتبر نفسي يعني زي اولاد البلد، واللي يجرى عليهم يجرى علي. لا يا ستي، لا آية حجازي تملك ان هي تعتذر لك، ولا تملك ان هي تدخلك مصر، ولا انت من حقك تبقي زي ولاد البلد. انت مش بنت بلد، انت بنت حاجه تاني. انت اتطردتي من مصر لانك انت قليله الاصل، لا تستحقي ان تكوني هنا بين المصريين. احنا قلنا مصر اواتك واحتضنتك، لكن انت كنت كخنجر مسموم، فلذلك تم لفظك. مصر اشرف وانقى واطهر ان امثالك يبقوا موجودين فيها. عامله برنامج عند عزم بشاره، وعزم بشاره اللي هو شغال عند امير قطر اللي حلف اليمين قدام الكنيسة الاسرائيلي انه ولاؤه لدوله اسرائيل شغاله عنده، وعامله برنامج اسمه بتوقيت مصر. مالك ومال مصر؟ انتوا مالكوا ومال مصر؟ انتوا محروقين ليه من مصر؟